يوجد زمن جديد الرب يبدأه. أؤمن كده مع كثيرين في موجة جديدة للروح القدس. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده عالي في اسم الرب يسوع. في موجة جديدة بتغير لون الهواء، بتغير شكل اليوم، بتغير جوه الإحساس بالضعف يتحول إلى إحساس بالقوة. والموجة دي لما تهب عليك تلاقي نفسك بتصلي بالروح بدون سابق إعداد. ارفع إيدك كده قول له يا رب نعم تعالى غير في اسم الرب يسوع. وهي الموجة دي كده بتهب، وأعلن إيماني كده وأشعر إنه بدأت منذ أيام. الناحية التانية العدو عايز يشوش لكي لا تنتبه لما يفعله الرب. عايز أخد آية أبدأ بيها من سفر النشيد الأنشاد. آية بسيطة مشهورة بس فيها الحاجتين اللي أنا بقول عليهم دول. نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 8. نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 8. صوت حبيبي. الموجة دي فيها صوت الرب. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا. طافرا يعني إيه؟ يعني بيطفر، يعني أكتر من القفز. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوة، يوسوس من الشبابيك. كلمات جميلة. بص مرة تاني كده أول آية. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. حبيبي شبيه بالضب بالأيائل، واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى، يوسوس من الشبابيك. ترسم ايه الايات ديت؟ هقول لك الروح القدس كلمني بيه يعني، وشعرت اني عايز اقول هذه الكلمات في بدايه العظه، لان الرب عايز يفتح عينين اشخاص في هذا الاجتماع لموجه الروح القدس اللي بيصاحبها صوت الرب، صوت الحبيب، صوت حبيبي. هنا عروس النشيد بتتكلم بتقول صوت حبيبي جاي، بس جاي ايه بقى؟ طافرا على الجبال، قافزا على التلال. وخلي بالك طافرا ديت بقولك دي اقوى من قافزا بشوية. ده شخص زي شخص بيطفر فرحا كده، تعبير موجود في الكتاب. فالجبال العالية تحتاج إلى أنه الرب يجي إيه؟ طافرا على الجبال، والتلال الأوطى قافزا على التلال. بس إيه الملاحظ في هذه الكلمات؟ أنه في جبال وأنه في تلال. حد واخد باله؟ في جبال وفي تلال، بس في صوت حبيبي الآتي طافرا على الجبال، يعني بيقفز بشدة وفرح، وقافزا على التلال، يعني رغم انه في جبال وفي تلال بس في موجة. رغم ان في جبال وفي تلال بس في موجة. العدو خلال الاسابيع اللي فاتت يريدك دائما ان ترى الجبال والتلال لكن لا تسمع الصوت، لا تسمع صوت حبيبي.
ولا ترى الموجة. وقعية الموجة التي يصنعها الرب عالية جدا جدا جدا، لدرجة انه اول معنيك بتتحول من على التلال ومن على الجبال وتبتدي تبحث عنه وتبتدي تراقبه، تكتشف انه كل اللي انت كنت شايفه كنت مشغول بيه وكأنه في غلاف حواليك العدو عامله، مخليك مش عارف تتنفس، مخليك مش عارف تفرح، مخليك مش عارف تلقط صوت الرب. اول لما تأتي ممكن الاجتماع زي ده وتستمع الى هذه الرسالة تقبلها بإيمان بسيط جدا، انه في موجة الرب بيعملها، انه في صوت جديد الرب بيطلقه، وانه في جبال وتلال، بس الجبال والتلال دي اذا بحثت عن الرب ستجده آت اذا ما تشغلتش بالجبال والتلال، اذا استسلمت للروح الذي يريد ان يأخذ بيدك لكي تسمع صوت الرب. حاجتين عكس بعض تماما. انا نفسي ارفع ايدك كده عشان اتاكد انك فهمني. في حاجتين عكس بعض تماما. قد تكون مدركا تماما للحاجة الأولانية اللي هي جبال وتلال وغمامة وغلاف العدو بيحاول يعمله الوقت اللي فات، مخليك مش عارف تسمع صوت الرب في بيتك، مخليك مش مرتاح، مخليك بتصارع مع حاجات حتى تقول الحاجات دي عمرها ما كانت حاجات طبيعية في حياتي، بس فجأة كده طلعت خلال الأسابيع اللي فاتت وكأنه في غلاف، كأنه في غيمة، كأنه ماذا يريد العدو؟ يريد أن يشغلك عن موجة الروح، تفضل بتعاني، تفضل بتصارع مع العدو بيعمله ولا تلتفت أنه في موجة جاية وأنه في صوت جديد بيطلق، في صوت جديد بيطلق، في بوق جديد بيطلق. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده واطلب من الروح القدس، قل له يا روح الله أنا في هذه اللحظات أريدك أن تفتح عيني وتفتح وداني. وكأنه الرب واقف وراء حائطنا زي ما بيقول في هذه الآيات، واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوة، يوسوس من الشبابيك، في صوت الرب عايز يجي بيه يخترق بيه الحائط اللي العدو حطه، في حائط العدو حطه، ممكن يحطه في نفسيتك تبقى شاعر انه في حائط فجأة طلع جوايا من صغر النفس، حاسس كل حاجة بتحصل حواليا بتشاور على الحتة دي، في حائط، بس وراء هذا الحائط العريس واقف، وراء هذا الحائط العريس واقف يتطلع من الكوة، يعني بيبص كده عايز يلاقي اي حته يدخل لك منها، يوسوس من الشبابيك، يعني بيتكلم بيقول كلمات كده عبر الشبابيك. الرب عايزك فقط تنتبه للامور البسيطه التي يرسلها، لانه انتباهك للامور البسيطه التي يرسلها الرب، التفاتك للامور البسيطه التي يرسلها الرب، هتنقلك من موجة العدو بيعملها لموجة تانية خالص الرب هو اللي بيعملها، في موجة تانية خالص الرب هو اللي بيعملها. بص على اللي جنبك كده وقول له، اوعظه، قول له في موجة تانية خالص الرب هو اللي بيعملها. اوعظ اللي جنبك، اوعظ اللي وراك، اوعظ اللي قدامك، في موجة تانية خالص. اي زوج وزوجة قاعدين جنب بعض لازم يوعظوا بعض، امين، يلا دي فرصتكم. في موجه تاني خالص الرب بيعملها. ارفع ايدك مره تاني قول يا رب افتح عيني، عايز تحط ايدك على عينيك في اسم الرب يسوع. يا رب نعمه تفتح العيون الان، واصلي يا رب هذه الموجه التي تصنعها يا رب تبقى في ترائي كده للموجه دي في بيوتنا، في ترائي للموجه دي في الطرق واحنا ماشيين، في ترائي لهذه الموجه، فجأة تلاقي نفسك كنت ماشي في تقل في حاجة جوه وفجأة كأنه في هبوب من ريح عاصف، صوت حبيبي هو زقات طافرا على الجبال، طافرا على الجبال. يعني ايه؟ يعني الرب شايف الجبال بتاعتك، الرب شايف الجبال، الرب شايف التلال، الرب شايف التلال. الرب بيتعامل ازاي مع الجبال؟ الرب بيجي يطفر على هذه الجبال، الرب بيجي يقفز على هذه التلال. شوف الرب هو جاي فرح تجاهك لكي يفكك. تقول لي الرب فرح جاي فرح تجاهي وانا في الحاله دي، اقول لك الرب جاي لانه الرب يتحرك بايمان، عشان كده يقول ليكن لكم كايمان الله. الرب بيتحرك تجاهك وهو يعلم انه بمجرد ما صوته ياتي على حياتك، بمجرد ما الموجه اللي هو جايبها تاتي على حياتك، كل شيء يتغير في اسم الرب يسوع. عشان كده الرب في مرات ينظر اليك في جبال في تلال، بس هو جاي يطفر فرحا. لماذا يطفر فرحا؟ لان الرب جبار يخلص. نعم،
الرب جبار يخلص. هل تؤمن؟ ارفع ايدك كده باسم الرب يسوع. اشخاص دخلوا الى هذا الاجتماع بالهم في اسم الرب يسوع، تخرج من هذا الاجتماع والهم بقى على الارض، هللويا، تحت اقدامك في اسم الرب يسوع. اشخاص دخلوا الى هذا الاجتماع مش منطلقين، اصلي افتقاد غير عادي في اسم الرب يسوع، افتقاد غير عادي، نعم هللويا، افتقاد غير عادي، هللويا. ارفع ايدك كله، اشكرك، يوجد زمن جديد، هللويا، انا ممتلئ بالفرح النهارده لانه يوجد زمن جديد، هللويا، يوجد زمن جديد الرب بيعمله، يوجد بدايات جديده الرب بيعملها. حتى لو انت ابتديت حاجه بقالك وقت مش كبير وتقول دي البدايه كانت من كام شهر او من شهر، او لا، في بدايه جديده النهارده، لما بدات من شهر او من شهرين، او في بدايه جديده النهارده بقوه جديده في اسم الرب يسوع، يوجد بدايه جديده بقوه جديده. ارفع ايدك كده واعلن ايمانك، هللويا، وخليك متجاوب دائما مع الرب. لما تشوف كده الرب جاي يطفر على الجبال، ما تبقاش بقى شوف الرب جاي يطفر، يعني الرب بيقفز بفرح، ما تبقاش بقى انت قاعد بقى مربع ايدك بقى وزعلان ومستني يشوف الرب يعمل ايه. ارفع ايدك كده عالي، قول الرب تعالى فكني يا رب من جوه في اسم الرب يسوع، تعالى فكني من جوه يا رب، عشان حينما يفك القلب من الداخل الوجه يبقى طلق باسم الرب يسوع. مشيئة الرب لك ان وجهك يكون طلق. بص للي جنبك وقول له كده، مشيئة الرب لك ان وجهك يكون طلقا، فرحان مش مكتئب. وزي ما كنا بنصلي الاسبوع اللي فات، نعم هللويا، او الاسبوع اللي قبل اللي فات، شفاء كامل من الاكتئاب في اسم الرب يسوع. جميل الرب بقى وهو بيتحرك تجاه أشخاص مكتئبين والعبوس على وجوههم، بس هو الرب كده مبتسم ويذهب ويلمس القلب من جوه فيشفي الاكتئاب. جميل الرب، تعالوا ندي سقفة للرب. هاليلويا 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 هاليلويا، نعم هاليلويا هاليلويا، قول هاليلويا للرب اللي بيشفي من الاكتئاب. هللويا هللويا، نعم هللويا للرب اللي بيشفي الحياه، هللويا للرب اللي بيشفي الحياه، هللويا للرب اللي بيغير الحياه، هللويا للرب اللي بيجي يقلع كده، يقلعك الرداء بتاع الحزن ويلبسك رداء تسبيح. هللويا للرب الذي ياتي حينما يظن العدو انه قد قضى عليك، انك انتهيت، ويجي الرب ينفخ، هللويا، نسمه حياه، فاذا بك في وجه العدو، نعم، تقوم بطل لان الرب قد لمسك، نعم هللويا، قول هللويا للرب، نعم الرب جبار 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 جبار، بأس في وسطنا يخلص، نعم في اسم الرب يسوع. اخد شاهد من انجيل لوقا، احنا في سلسله عظات تحت عنوان مقدسين او مقدسون للرب، مقدسون للرب، ورساله بسيطه، رساله النهارده رساله بسيطه، لقى اثنين مقدسون للرب، والمشغول اتحدث عنه النهارده هو علاقه حميمة جدا ما بين الرب وما بين هؤلاء الأشخاص الذين يستسلمون للتقديس، في علاقة حميمة. تذكرت آية كده قبل لوقا 2 من رسالة العبرانيين، أفتح الشاهد ده وبعدين أروح على لوقا 2. الرب النهاردة يريد أن يحدثنا ويكتذبنا إلى علاقة عميقة جديدة. كم واحد يقول أمين؟ هذه كلمات مهمة، علاقة عميقة حميمة جديدة. عبرانيين 2 وعدد 11 كلمات عظيمة، يقول لأن المقدس
المقدس أي الذي يقدس، والمقدسين. ارفع إيدك كده وقول أنا من المقدسين، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. المقدس الرب والمقدسين جميعهم من واحد. يعني إيه؟ الدارسين لما يحبوا يصوروا الآية دي يقولوا ده زي الكرمة كده، الرب زي الكرمة، هو المقدس، هو الأصل اللي نبت في أرض يابسة كفرخ. الرب هو الغصن الأساسي اللي بتجسده صار لنا أصل جديد. المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، يعني أصل واحد. ده إيه؟ ده يسوع أصل الكرمة، زي ما قال كده في إنجيل يوحنا، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. فالدارسين لما يجوا يتعاملوا مع هذه الآية، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، يتحدثوا عن علاقة عميقة جدا 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 ما بين الرب وما بيننا. الرب هو الأصل، هو المقدس اللي العصارة بتاعت الروح بتاعت روحه بتسري فينا، فالكرمة بقى بتعلو وبتنمو وبتزداد وده أساس كل عمل روحي، سواء على السكيل الفردي أو المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. إيه أساس كل عمل روحي أصيل؟ مش مجهودات بتتعمل بالإيد أو بالعضلات أو أمال إيه أساس كل عمل روحي رب عايز يعمله في حياتك وعايز يعمله ما بيننا كجماعة؟ ولو أنت بتعبد معانا وده المكان الوحيد اللي أنت بتأتي تحضر فيه، تستطيع أن تعتبر نفسك تقول أنا من هذه الجماعة اللي الرب بيعملها. ليه بقولك كده؟ لأنه الموضوع مش موضوع قوانين، مش موضوع رولز، مش موضوع إطارات بنعملها ونتحرك فيها، لكن الموضوع موضوع أنه في عصارة الروح القدس التي نأتي في اجتماع كهذا فتنساب هذه العصارة في كثيرين. المقدس والمقدسين من واحد، ده العمل الروحي الحقيقي. هل تؤمن أن الرب يصنع هذا معك؟ ارفع ايدك بإيمان كده، ولازم ده يبقى إيمانك وانت جاي الاجتماع. ايه؟ أن عصارة الكرمة ستنساب. القصة ليست مجرد اجتماعات او ليست عظات او ايه اصل الموضوع؟ ايه؟ ان يسوع حاضر في الوسط، المقدس، وهو يمرر ينفخ الروح فينا. دي الصورة، لو طلعت من فوق كده وشفت الصورة بتاعت الاجتماع هتشوف الصورة ديت. هتشوف ايه؟ هتشوف كرمة، الاصل بتاعها هو يسوع، والكرمة دي ممتدة ممتدة ممتدة، وتجد امتدادات كثيرة منها في هذا الاجتماع. ده العمل الروحي الحقيقي. كيف تنمو بالروح القدس؟ تنمو بالروح القدس لما عصارة الكرمة ديت، لما تلتصق بيسوع. ده اللي انا عايز اتكلم بقى عنه النهاردة، الالتصاق بالرب. لما شكل يومي يتغير بهدوء يمكن مش واضح للناس، بس كأنه في موتور بيتزرع في يومي، الموتور ده هو اللي بيحرك يومي كله، فالناس بتشوفه ما هو إلا نتيجة الموتور ده. إيه الموتور ده؟ إني التصقت بالرب جدا في أثناء اليوم، إنه بقى عندي وقت أنا ملتصق بالرب جدا. في الوقت ده باخد من الرب زيت، وباخد من الرب مسحة، وباخد من الرب نصرة، وباخد من الرب كلمات. ما فيش حد شايفني وأنا في الحتة دي، بس في الحتة دي في سكيب بقى الموتور بيشتغل هنا. أرى الأمور بحكمة وبتمييز، وأتحرك في ملء المشيئة، وأقول كلمات في وقتها، وفي مرات حينما يستخدمني الرب عشان أحكم على حاجات، أحكم في كل شيء ولا يحكم فيها من أحد، ويبقى الحكم ده من الرب فعلا. بس السورس بتاع ده إيه؟ الأصل بتاع ده إيه؟ المطور بتاع ده إيه؟ ده حتى أنا والرب مستخبي فيها في الرب، وأنا والرب بقى إيه؟ عصارة الكرمة شغالة، عصارة الكرمة شغالة. حينما آتي إلى الاجتماع بهذه الطريقة، وهذه مشيئة الرب لكل شخص موجود هنا، حينما آتي إلى الاجتماع بهذه الطريقة، تخيلوا الغصن هو بقى ممتلئ وشغال، وعصارة الكرمة شغالة، ندخل نجتمع معا، الكرمة تلمع في الروح،
يرتعب العدو ويرحل من وسطنا. هذه الصورة. أنا بصلي النهاردة رب يفتح عينيك. العمل الروحي ليس مش جداول. العمل الروحي مش نعم الترتيب مهم جدا, نحن نؤمن بالترتيب, وأحد الأسماء المحببة جدا اللي بنقولها كتير, والبانتوكريتور ضابط الكل. نعم نؤمن بالترتيب, بس الترتيب اللي في الروح غير الترتيب بتاع الورقة والقلم. الترتيب اللي في الروح بيتعمل بالطريقة ديت. الترتيب اللي في الروح بيتعمل بأنه المقدس والمقدسين من هم جميعهم من واحد. لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. يعني إيه؟ ما هو العصارة شغالة, أنا بتغير شبهه إخوة. فحينما ينظر إلينا, حينما ينظر إليك, أنت أخوه. عارفين لما تشوف اتنين شبه بعض, أخوك ده ولا إيه؟ لا يستحي أن يدعوهم إخوة. ليه لا يستحي أن يدعوهم إخوة؟ لأنه هو ظاهر فيهم. هو ظاهر فيهم. ارفع ايدك وقول للرب, يا رب انا مستسلم انه انت تيجي تشكلني وتظهر فيا. لازم تعرف الميكانيزم ده. الميكانيزم ده مهم جدا جدا في الحياة الروحية. كيف تتغير الى تلك الصورة عينها؟ بعمل الروح القدس. عمل الروح القدس دي العصارة اللي ماشية في الاخصام. انت مش محتاج تعمل حاجة بدراعك, انت محتاج تستسلم لعمل الروح. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ الخدعة اللي في مرات كثيرة جدا العدو بيعملها انه يسستم الحياة الروحية, انه تبدأ بالروح. عارفين بتوع غلاطية, اهل غلاطية دول اشهر ايه في الكتاب المقدس؟ اغبياء. شكرا. ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم. من رقاكم يعني ايه؟ يعني كأنه اتعمل لكم سحر. ابعدما ابتدأتم بالروح تكملون بإيه؟ بالجسد. يعني إيه؟ يعني شخص بدأ بالروح, الرب اداله نظام, اداله ترتيب. ليه اداله النظام والترتيب ده؟ عشان الرب بيدربك كجندي, وبيدربك كتلميذ, وبيدربك نعم, بس إن النظام والترتيب ده مش هو اللي هيضمن إنه حياتك ترتفع مع الرب. أمال إيه اللي هيضمن إن حياتك ترتفع مع الرب؟ عمل الروح القدس. اللي النظام والترتيب هو الآنية اللي بيستخدمها الروح القدس. الخدعة اللي العدو بيعملها انه ينقل النظام والترتيب فيبقوا هما الهدف. ارفع ايدك كده عالي وقول للرب, لا افقد حرية الروح يا رب. يا رب لا افقد حرية الروح. لا افقد حرية الروح في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع. في علاقة حميمة الرب النهاردة بيشاور عليها مرة تانية. هذه العلاقة الحميمة ايه؟ ده وانت بقى وانت في قطك وانت في خلوتك, السريان بتاع عمل الروح ده. ارفع ايدك لو انت فقد خلوتك, او نرفع ايدينا كلنا باسم الرب يسوع. تسترد قعدتك مع الرب. استرد الحتة العميقة دي اللي يبقى فيها فرح وفيها ملايكة طالعة ونازلة وفيها ايات وعجائب. وفتقولي كل ده في خلوتي, اقولك البداية دائما هي خلوتك. آيات وعجائب. يعني إيه آيات وعجائب؟ يعني دخلت خلوتي مريض, خرجت من خلوتي مشفي. يعني دخلت خلوتي محبط وعندي مش عارف إيه وعندي إيه, خرجت من خلوتي الرب لمس كل ده. العصارة شغالة. مرة تاني كده بص للي جنبك وقول له, لتعمل عصارة الكرمة فيا وفيك في اسم الرب يسوع. فيا وفيك. لا يوقف عصارة الكرمة أي شيء. لا يوقف عصارة الكرمة أي شيء. وطول ما عصارة الكرمة شغالة لن تتحول الخدمة إلى روتين. وطول ما عصارة الكرمة شغالة لن تتحول تحركاتك لأجل الرب إلى أمر تقليدي أو أمر ممل. وأول ما تشعر أنه في مشكلة في الحتة دي بتحرك لأجل الرب بس في روتين, في اعمل إيه, افهم أنه ده مؤشر أنه عصارة الكرمة مش منفجرة.
خلي بالك لانه الخدعة ايضا هنا ان العدو يأتي ويقول لك لما بتحس انه ما في حاجة كنت بتعملها الرب تحولت الى روتين او تحولت الى يقول لك اه ما هو اصله اللي معاك اخواتك مش عارف ايه ما هم اه هم السبب. دائما السبب اذا شعرت بالروتين دائما السبب انه عصارة الكرمة مش منفجرة. لان عصارة الكرمة حينما تنفجر تأتي على ترنيمة قديمة بقالها 120 سنة تخليها متألفها دلوقتي حالا. عصارة الكرمة حينما تنفجر تيجي على خدمة بتعملها بقالك أسابيع وشهور وسنين و بس حينما تنفجر انفجارا جديدا عصارة الكرمة تلاقي هذه الخدمة اللي بتعملها بقالك سنين أصبحت كأنها خدمة جديدة في مسحة جديدة في إدراك جديد في رؤية جديدة وفي ثمر جديد. لماذا؟ لأن مسحة الروح القدس انفجرت. العصارة لا تخضع لخداع العدو. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع لا اخضع لخداع العدو. لا اخضع لخداع العدو في اسم الرب يسوع. لوقا 2 تنفجر هذه العصارة في العلاقة بقى الحميمة او العميقة قوي اللي الرب بيكلمك عنها النهاردة. ايات بسيطة من انجيل لوقا اصحاح 2 وعدد 8 وكان في تلك القرى رعاة متبدين. ومتبدين ده يقول لك دي جايه كانهم بيرعوا في الباديه يعني او بيرعوا في الحقول اللي بتبقى في وسط الاماكن الخلاء فبيرعوا في الباديه فاسمهم متبدين. بس لما تروح تشوفها في الترجمات الانجليزي ما تلاقيهاش ليها علاقه خالص بالعربي يعني تلاقيها حاجه تانية خالص. تلاقيها ثابتين سهرانين مغروسين يعني تيجي abiding في الانجليزي. فالمعنيين يمشوا. وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. ما هو هذا الفرح؟ تلاقي بقى نقطتين كده لو أنت معاك النسخة الورقية. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. ما هو هذا الفرح؟ أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وأشعر الروح القدس بيركز جدا 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 على كلمة إيه بقى في الآية دي على كلمة لكم. أنه ولد إيه لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة دي بقى العلامة هنا للرعاة بس الفرح العظيم ده لمين؟ لجميع الشعب. يعني وهو بيقول لهم لكم الأولانية دي مش ليهم هما بس أمال دي لمين؟ دي لجميع الشعب. أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد إيه؟ لكم اليوم لكم. وحط إيدك كده على قلبك وقول كده الرب ولد لي لكم. ايه علاقة الآية دي باللي أنا بقوله؟ ما هذه هي بداية التخصيص والتقديس. دي بداية العلاقة اللي أنا بتكلم عنها. ايه بداية العلاقة دي؟ إني أدرك أن يسوع لي بتاعي. هل تؤمن؟ ارفع إيدك عالي. لو ما عندكش الإيمان ده أطلب من الرب دلوقتي قول له يا رب نعم تعالى افتح قلبي لأدرك أنك لي أنا لي. بص تأمل في الكلمة البسيطة أنه ولد إيه بقى؟ لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود وظهر بغتة مع
الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. أريد أن أتأمل معك دقائق قليلة كده في هذه الكلمات. مرة تانية عدد 8: كان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم. دول بقى إيه؟ دول جماعة من الرعاة البسطاء. بعض الدراسات يعني أو كثير حتى من الدراسات مش بعضها تقول لك إيه؟ تقول لك الرعاة دول، المجموعة دي من الرعاة دول ما كانوش في وسط الرعاة العاديين، دول كانوا معزولين. ليه المجموعة دي كانوا معزولين؟ يقول لك علشان المجموعة بتاعت الرعاة ديت دول كانوا بيرعوا الغنم أو الخراف اللي هتروح بعد كده عشان تستخدم في الهيكل كذبائح. فيقولك المجموعة دي كانوا يعزلوهم عن كل الرعاة ويبقوا تحت الإشراف المباشر للكهنة وللربيين فهذه المجموعة من الرعاة المعزولين اللي مفيش حد بيزورهم، اللي مفيش حد بيتكلم معاهم، اللي الرعاة المتبدي واللي ثابتين دائما في أماكنهم يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. إذ فجأة وهم في المنطقة دي كده وهم في الحتة ديت، فجأة يحصل إيه؟ يحصل حاجتين. إذا ملاك الرب وقف بهم، يتخيلوا مجموعة من الرعاة الغلابة بيرعوا الرعية بتاعتهم، بيعملوا نفس الحاجة اللي بيعملوها بقالهم سنين 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 ومفيش حاجة بتحصل مختلفة. إذ فجأة ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم. مجد الرب أضاء حولهم والرب موجود فين في هذه اللحظات؟ في المسود. بس هذا هو الذي صعد والذي نزل، الذي هو في السماء والذي هو هنا، هو في المزود له ساعات مولود، بس مجده يضيء حول هؤلاء الرعاة. وهؤلاء الرعاة المعزولين يلاقوا ايه؟ يلاقوا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم. فالرد الفعل الطبيعي خافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا. يقول لك المجموعة بتوع الرعاة دول كانوا في مكان معروف في العهد القديم في سفر ميخا. عايز اقول لك تفاصيل بس في هذه القصة، وصلي الرب يشتغل معاك من خلال هذه التفاصيل، الروح القدس يفتح عينيك. سفر ميخا اصحاح 4 في آية كده عدد 8 وأنت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون إليك يأتي ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. روح قدس لفت نظري لهذه الآية من حوالي أسبوعين بس لم أفهم أبعادها إلا وأنا بجهز هذه الكلمة. أنت يا برج القطيع، يقول لك برج القطيع دي المنطقة اللي كان فيها الرعاة اللي احنا بنقرأ عنهم في إنجيل لوقا. يقول لك برج القطيع دي مكان ما بين بيت لحم وأورشليم، فالرب في بيت لحم وأورشليم حيث الهيكل حيث الذبائح ما بتروح، وهم في هذه المنطقة. فهذه النبوة ديت عن اللي احنا بنقرأ في لوقا 2: أنت يا برج القطيع
أكمت بنت صهيون إليك يأتي، بس إيه بقى هنا؟ يجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. الحكم الأول هنا إيه؟ ده مرتبط بمجيء الرب اللي بنقرأ عنه في لوقا 2، مرتبط بتجسد الرب. بس في الحكم ده، الحكم الأول ده لما يجي ده في ملك بنت أورشليم. كم واحد فاهم؟ ثلاثة، كويس قوي. أحاول أشرح. أوكي. يوجد هنا رعاة، نرجع تاني للقى اثنين وهربط لك مع ميخ. يوجد هنا رعاة، وهؤلاء الرعاة المهمة بتاعتهم ان هم بيرعوا الخراف التي يأخذونها تستخدم كذبائح في الهيكل. بس جاي الرب بيعمل ايه بقى هنا؟ جاي الرب بيبدأ زمن جديد، وبداية الزمن الجديد فيها إعلان. الإعلان إيه؟ أنه ولد لكم، ليكم أنتم، تقدر تقول ولد لي. ولد لي مين اللي ولد؟ مخلص هو المسيح الرب. بص عدد 12 بقى. وهذه لكم العلامة أيها الرعاة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. يعني الرعاة دول اللي بيرعوا الخراف اللي بتروح الهيكل عشان تقدم ذبائح، ينبغي ان هم يبقوا أول ناس حينما يأتي الرب المتجسد الذبيح الحقيقي في المزود، يبقوا هم اللي عارفين، هم اللي يعرفوا بإعلان إلهي. ليه هم اللي يعرفوا بإعلان إلهي؟ عشان يحصل يفهموا انه في زمن بيتبدل. تمام؟ في زمن بيتبدل. ايه الزمن اللي بيتبدل ده؟ الزمن بتاع الذبائح اللي انتوا بتربوها وبترعوها، الزمن ده بيتبدل. الذبيح الحقيقي موجود في المزود، ففي زمن جديد بيبدأ. بس هذا الزمن الجديد اللي بيبدأ الأساس بتاعه أن المولود مولود لكم. كم واحد فاهم؟ هاي في ثلاثة بس هم اللي مش فاهمين دلوقتي، هنطلعهم. دول كانوا فاهمين الأول. اللي الروح القدس بيعمله هنا، الروح القدس بيعمله هنا انه ياتي لهذه الجماعه من الرعاه اللي زي ما بقول لك معزولين. كثير جدا من الدارسين ودارسين، يعني اشخاص كانوا يهود وبعدين بعد كده قبلوا المسيح وتحولوا الى علماء للكتاب المقدس، ويقولوا هذا الراي. فاشخاص معزولين بيعملوا تحت سلطان الكهنه، بيعملوا تحت سلطان الربيين. فهؤلاء الاشخاص يحصل ليهم مفاجأة في ليلة من الليالي، ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب إيه؟ أضاء حولهم. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم. أنا بقرر الآية ليه؟ لأني أريد أن الآية تنور جواك. ولد لكم، فاللي كنتوا بتعملوه قبل كده لأنه ولد لكم ما بقاش لي لازمة دلوقتي. اللي كنتوا بتعملوه قبل كده لأنه ولد لكم ما بقاش لي لازمة دلوقتي. فاللي كنت بتعمله قبل كده بدون ما يشرق هذا الإعلان أن يسوع ولد لك ما بقى لهوش لازمة دلوقتي. فالنمط بتاع الحياة اللي كنت عايشه قبل كده اللي فيه يأس وفي انكسار وفي أنا عايش طبيعي زي كل الناس، يوجد إعلان النهاردة الرب بيقوله لك بعمق. بيقولك إيه؟ بيقولك ولد لكم. التدين يجعل أشخاص في مرات حينما يستمع إلى هذه الكلمات يقول ما هي معروفة جدا أنه يسوع ولد ليا، بس
حينما تقرأ العهد الجديد تدرك أنه في كل مرة كان في إعلان أنه يسوع ولد ليا، ده عمل تحدي مباشر ما بين اللي أنا بعيشه دلوقتي والمفروض أعيشه لأن يسوع ولد ليا. لأن يسوع ولد ليا فصار لي الشفاء، لأن يسوع ولد ليا فصار لي الحرية، لأن يسوع ولد ليا فصار لي تسديد الاحتياجات بوفرة، لأن يسوع ولد ليا فصار لي الراحة لأنه بقيت راحة لشعب الرب. إذا كان هذا مفقود أنا محتاج أرجع لبلاطة رقم واحد، أنه ولد لكم اليوم، ولد لكم اليوم، ولد لكم. بقى دي يقولك كده، وهذه لكم العلامة. بص التدرج، وقف بهم ملاك الرب، مجد الرب أضاء حولهم، وبعدين ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. حد قادر يتخيل إحساس هؤلاء الرعاة؟ بنفس الطريقة اللي انت مش قادر تتخيل بيها إحساس هؤلاء الرعاة، العدو في من رب يروح قافل حتت جواك عشان لا تتخيل مقدار التغيير اللي الرب عايز يعمله حينما تدرك ان يسوع قد ولد لك. يعني النهاردة العظة كلها هذه الآية، وهجيب لك آيات تاني، العظة كلها الرب بيقول لك فيها ايه؟ بيقول لك انا ليك وانت ليا. هذه بداية التخصيص، حينما تدرك ان يسوع لك وانت داخل تقعد قدام الرب، انا داخل اقعد قدام الرب، ده الرب ليا، الرب ليا، ولد لكم. هقول آية كنت هقولها في النهاية، بس يوحنا 17. بص شو الرب انك تفهم يعني ايه هو ليك. ارفع ايدك الاثنين قول يا رب نور النهاردة في اسم الرب يسوع. ماذا يعني انت ليا؟ يعني حياتي كلها تتقلب. يسوع ليا، يسوع ليا، يسوع ليا. قول لنفسك كده، يسوع ليا ولد لي. بص يوحنا 17، بص صلاة الرب عدد 23. أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما. بص عدد 24، أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. حد قادر يحس الطلبة ديت؟ نقولها تاني، الرب واقف يصلي للآب بيقول له أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. واقف قدام الآب بيقول له إيه؟ بيقول له أنا عايز دول يبقوا معايا، أنا عايزهم. أنتوا مدركين مين بيصلي لمين؟ الابن واقف أمام الآب، الابن متجسدا واقف أمام الآب بيقول له أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني أنا عايزهم، بابا أنا عايزهم معايا. أريدهم أن يكونوا معي حيث أكون أنا. وطبعا تقدر تربط على طول حيث أكون أنا يكون. وانت بتسمع الآية دي لو عايز تشوف شدة التناقض، شوف الرب اللي بص قلبه مشتعل ازاي، عايزك معاه، عايزني معاه، يكونون معي حيث اكون انا. عايز تشوف شدة التناقض، تقدر تبص على نفسك او في اي وقت انت ماشي كده وخلاص ببساطة، ومفيش في ذهنك ان تكون معه، مفيش في ذهنك ان يكون هو مهيمنا على اليوم، مفيش في ذهنك ان يحدث هذا الالتصاق. هو ولد لي ويريدني معه. يسوع، هذه العظة ليست عظة على قد ما هي كأنه الرب جاي بيفكر ناس وبيقول لك أنا ولدت ليك عايزك معايا.
تقول لي انا مؤمن بقى لي 30 سنه مؤمن وبحضر الاجتماع وبقى كل حاجه، ممكن تبقى بتعمل كل ده بس انت مش مع الرب، مش مع الرب، مش يعني هالك، مش مع الرب، مش مع الرب بقلبك، مش مع الرب بذهنك. مره تاني كده نرفع ايدينا في اسم الرب يسوع. ولد لكم، نرجع تاني لقى 2، ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال، بص بقى المشهد هنا اللي حصل ده إيه، ده رعاة معزولين وفي وسط بقى الليل، إيه اللي بيحصل؟ ملاك الرب يقف وبعدين مجد الرب يملى وبعدين جيش من الملائكة. إدراكك لأن الرب قد ولد لك بيعمل نفس المشهد ده في حياتك. هل تؤمن؟ اطلب من الرب اعلان، ارفع ايدك كده اطلب من الرب، قول له يا رب انا اريد ان اعلن ليا ماذا يعني اني مؤمن، ماذا يعني اني معك، ماذا يعني انه انت ولدت ليا، ماذا يعني ان انت عايزني معاك. يا روح الله انا بصلي حوائط تهدم في هذا الاجتماع، انا بصلي يا رب غشاوة حطها العدو على العيون تهدم في اسم الرب يسوع، لكي ادرك لو يسوع ولد ليا لا احتاج شيء اخر، كل شيء لي. اذا يسوع ولد ليا كل شيء لي. بص كورنثوس الاولى 3، كورنثوس الاولى 3 وعدد 21، هنا بولس بيعالج قصه ليها علاقه بالانقسام في الكنيسه، وانا لبولس وانا لابولس، وبعدين بيقول في النص كده عباره مضيئه، يقول لك في عدد 21، اذا لا يفتخرنا احد بالناس فان كل شيء لكم. لماذا كل شيء لكم؟ لأن يسوع قد ولد لكم. إذا لم تدرك أنه يسوع ولد لك تفضل تصارع طول حياتك على البركة وتاخد منها فتات. إذا لم تدرك أنه يسوع ولد لك وأنه يدعوك للحتة دي الحميمة جدا اللي فيها فيض الروح القدس، أنت وهو، أنت وهو، قول لنفسك كده أنا والرب، قول لنفسك كده، ما لا تنظر إلي، غمض عينك قول لنفسك أنا والرب، أنا والرب. إذا أنا والرب دي مش موجودة، إذا كنت لا تستمتع بأنه ولد لك، ولد لكم، ما تعرفش تعيش أن كل شيء. بيقول لهم إذا لا يفتخرنا أحد بالناس، يعني إيه؟ يعني لو واحد بقى مفتخر إنه البولس والأبولس، أصلا أعرف أبولس، أصلا أعرف بولس، أصلا أنا مش عارف إيه، لا لا تفتخر. ليه لا تفتخر؟ لأنه الحقيقة إنه كل شيء ليك. أنت ليه بتفتخر في مرات بأمور؟ لأنك أنت مش عارف إنه كل شيء ليك. إذا لا يفتخرنا أحد بالناس فإن كل شيء لكم. بص ارفع إيدك الاثنين كده، أشعر إنه يوجد إعلان الرب يريد أن يسكبه. والعدو عايز يعمل بلوك. ارفع ايدك عالي. واشعر ببساطة هذه الحرب، يعني اشعر انه قول كده باسم الرب يسوع كل ما يريد الرب ان يسكبه بداخلي يسكب. ببساطة. اضحك على العدو ببساطة. وبلاش تبقى مركز في نفسك. بلاش تبقى حاسس بنفسك، عايزك اقول ببساطه كده يعني بلاش تبقى حاسس بنفسك وانت قاعد في الاجتماع. حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ بص على الرب، قول ده لك. فوانت قاعد في الاجتماع ما تقعدش تفكر في اللي عندي واللي هعمله واللي عملته، قول ده لك، قول ده لكم، قول ده لكم. في هذا الميلاد اللي الملاك جه يبشر بيه، في هذا الميلاد كان في ايه؟ كان في اعلان لهؤلاء الرعاه انه الذبائح اللي انتوا بترعوها ديت خلاص انتوا بعد شويه يسوع ولد، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. كان في اعلان لهؤلاء الرعاه انه اذا صدقتوا ان يسوع ولد لكم السيستم القديم كله ينهار.
بهذه البساطة. من بساطة الإعلان في مرات الشخص ما يعرفش يستوعبه. إذا آمنت أن يسوع ولد لك، آمنت هذا الإيمان وقفت بيه وانت في خلوتك رافع ايدك بتقول له انت لي ولد لكم، يعني انت اتولدت ليا وانت عايزني حيث تكون انت اكون انا. اذا امنت بهذه الكلمات البسيطه يعبرك الرب فوق كل اللي انت شاعر انه مكلبشك. ايمان بسيط. عكس الايمان ده هو اللي بيحصل في مرات، ان انت باصص على الجبال، باصص على التلال، وعمال تقول ما اصله كذا، اصله فلان مؤثر، اصل فلانه مش عارف ما عملتش الدور اللي عليها بتخدم حياتي وما عملتش الدور اللي عليها، اصله مش عارف ايه، اصله العقبه دي جايه لي من الاباء والاجداد، اصله. اليوم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. السيستم القديم بيقع. هل تؤمن؟ ايمان بسيط يصنع معجزات. ايمان بسيط يخليك لما حينما تدخل الى محضر الرب بهذا الايمان، انا يسوع ولد لي، تلاقي على طول يحصل مواجهات. مواجهه مع المرض، والاخبار الساره ان الرب يعطي شفاء في الخلوات. مواجهه مع القيود، والاخبار الساره ان الرب يعطي حريه. الذي ولد لي. بولس بقى بيقولها بقى بمنتهى الوضوح، خلوا بالكم لو يسوع ليكم فإن كل شيء لكم. حد مدرك ضخامة هذه العبارة؟ الدارسين لما يجوا يتعاملوا معاها يقولوا أصله هنا بولس بيقصد كل شيء لكم، بيقصد يعني دلوقتي، بس برضه هو بيقصد حاجات إسخاتولوجية، يعني حاجات في الظهر الآتي. بص بقى بولس بيكمل بعد كده بيقول أبولوس، عايز هيترجمها ايه اللي ليكم أبولوس أبولس آسف في الأول، أم أبولوس أم صفا بطرس أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة. وفي الآخر بيلخص تاني، كل شيء لكم. تقولي ده في النص في الموت، خدت بالك؟ ما هو لأنه حينما تلتصق بالذي ولد لأجلك، الموت بالنسبة لك، عشان كده بولس عمال يقول الموت يعمل فينا والحياة فيكم. يتحول الموت نفسه كأنه حاجة في وسط الحاجات التي يستخدمها الرب لكي يطلق حياة لآخرين. الموت يعمل فينا الحياة لكم. بولس بيقول لك منتهى الوضوح ويلخص ايه، كل شيء لكم، واما انتم فللمسيح. والمسيح هنا طبعا اول ما تشوفوا المسيح لله، واما انتم فالمسيح المسيح لله. في ناس بتتلخبط تقول مش هو المسيح هو الله. نعم، بس هنا هو بيتكلم عن الكلمة المتجسد، بيتكلم عن المسيح. يعني ايه؟ يعني الممسوح، يعني الرب في ايام جسده، يعني الابن المتجسد. فالمسيح لله يعني ايه؟ يعني ده حامل الإنسانية بداخله، يقدم نفسه لله، حامل الإنسانية بداخله. فإن كل شيء لكم. طيب أشعياء 9، وهرجع تاني للآية دي. أشعياء 9 وعدد 6، أشعياء 9 يبدأ من عدد 1، نبدأ من عدد 1. بيقول شوية حاجات مش هتكون مش هتكون مش هتكون مش هتكون مش هتكون، وبعدين يقول لك السبب. لكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. هل جيت الاجتماع ده متضايق؟ عليك ضيق أعمق من متضايق؟ الرب يقول لك لا يكون ظلام. كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وهذه المناطق يقول لك دي إيه؟ دي جليل الأمم، يعني دي يقول لك المناطق المتخمة للأراضي بتاعت الأمم.
فكانت سمعتها سيئة جدا اللي بنقرأ عنها دي. والناصرة كانت جزء من الأراضي ديت، أرض زبولون أرض نفتالي. الزمان الأول أهنها، يكرم الأخير طريق البحر. يعني أشخاص جايين من إهانات ولسنين وسنين، وكأنه العدو بينسك حواليهم مؤامرات عشان نفسياتهم تتعب، ودائما يشعروا بأن هم مهانين وأن هم صغيرين. يقولك يوجد زمان أخير، يكرم الزمان الأخير أو يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأم. ارفع إيدك كده الاثنين وقول للرب يا رب أقبل كل تغيير في الأزمنة في اسم الرب يسوع. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. بص التضاد، شعب سالك في الظلمة نور عظيم. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. بص تضاد، أكثرت الأمة عظمت لها الفرح. يفرحون أمامك الفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. ده عكس تماما شكل المناطق دي في جليل الأمم. ده المناطق دي في جليل الأمم يقولك اليهود فيها كانوا عددهم قليل جدا وكانوا مهانين، وكانوا اللي يسكن في الحتة ديت كأنه كده من أدنى طبقات المجتمع مختلط بالأمم، والأمم دول كلاب طبعا بالنسبة لهم في هذا الوقت. يرسم صورة تاني خالص. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح. يفرحون أمامك الفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. بص عدد أربعة بقى، لأن نير ثقله وعصا كتفه، يعني النير اللي محطوط متقله وعصا كتفه دي يعني ايه؟ ده كأنه في وزن شايل على كتفه عصايا، والعصايا دي محطوط على كتف بقى شخص تاني وحامل أحمال ومربوط ارتباطات غير صحيحة. وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. يوم مديان ده ايه؟ ارجع الى جدعون والانتصار العظيم على مديان وعلى غراب وعلى ذئب. لان كل سلاح المتسلح في الوغى في الحرب يعني، وكل رداء مدحرج في الدماء، كل سلاح المتسلح يعني ايه؟ العدو اللي جاي عليك معاه اسلحة واوا، وكل رداء مدحرج في الدماء نتيجة هزائم قبل كده، يكون الحريق مأكلا للنار. بس أنا ليه قريت لك كل ده؟ لأنه يعطي السبب في عدد ستة. لأنه قول بقى بصوت عالي كده، يولد لنا. شاور على نفسك كده، يولد لنا. جماعة الرعاة بتوع برج القطيع دول اللي ميخا تنبأ عنهم، اللي قاعدين ما فيش حاجة خالص بتغير الواقع بتاعهم، إيش فجأة يشرق مجد عظيم حوله، مجد الرب أضاء. لماذا؟ لأنه ولد لنا. يقول بقى في عدد ستة، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. تعرف تقول يسوع اتولد علشاني؟ قول صوت عالي كده، يسوع اتولد علشاني. في ترنيمة مدرسة احد بتقول كده، يسوع اتولد علشاني، ولد لي. ولان يسوع ولد لي فلي كل شيء. بدون يسوع اخسر كل شيء، بيسوع لي كل شيء. هذا هو الايمان اللي طول الوقت العالم بيحاول يزيفه، فيحاول يهيئ لك انه في ايمانك بالرب بعض التغييرات بتحصل لكنها ليست على هذا المستوى. والكتاب يقول لك كل اللي احنا قريناه ده، لا يكون ظلام التي عليها ضيقه، ما هان الزمان الاول ارض زبولون، يكرم الاخير طريق البحر، الشعب السالك في الظلمه ابصر نور عظيم، أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك الفرح في الحصاد. عايز تفرح؟ المفتاح، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابن، وتكون الرياسة على كتفي، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا
إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته. أتاري بقى من ولد لنا، بص بقى الأوصاف بتاعته. عشان كده لك كل شيء. ليه لك كل شيء؟ هل أنت مدرك حينما أمنت بالرب يسوع أنت اتنقلت من مملكة الظلمة، دخلت معسكر ملك منتصر جدا 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 يريدك أن تكون معه في كل شيء ولا يتراجع. يريد لما وقف أمام الآب لكي يصلي، يا رب أنا بصلي لتضيء هذه الآيات أمام كثيرين. حينما وقف أمام الآب لكي يصلي بيقول للآب السماوي يا رب أريد، يا أيها الآب السماوي أريد أنه الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون. حينما تحب شخص جدا 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 وتقول له أنا عايزك تبقى معي طول الوقت، الرب واقف أمام الآب السماوي ليصلي أنك تكون معه كل الوقت. ارفع إيدك كده قدام الرب، يا رب افتح القلوب في اسم يسوع. أؤمن أن الكلمة هللويا تفتح القلوب وتعمل تغييرات النهاردة في حياتك وتخليك تخرج من الاجتماع ده بتقول آه الرب اتولد علشاني، ولد لكم، ولد لنا، ويريدني أن أكون معه حيث هو. أنا النهاردة مندفع تجاه الرب بكل ما عندي، لن أمسك شيء عن الرب لأن المقدس والمقدسين. بس أرجع تاني لكورنثوس الأولى 3، أنا آيات بسيطة بس أصلي أن تضيء أمامك في اسم يسوع. هللويا. بعد ما يقول بقى فإن كل شيء لكم، أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبل، كل شيء لكم. هل تؤمن؟ ودي مش آية في الكتاب لكن يتحدث عن الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى. فدي مش آية واحدة، ده في آيات كتيرة قوي. بتقول إيه الآيات الكتيرة دي؟ بتقول إن الرب أتى لكي يعطيك نفسه، وفي الرب كل شيء بغنى للتمتع. ده إيمان. ضع يدك على ذهنك في هذه اللحظات باسم الرب يسوع، تجديد للذهن الآن. يسوع ولد لي، يسوع ولد لكم، ومعه كل شيء، يسوع فيه كل شيء. إذا قبلت يسوع هللويا لن تخسر في اسم الرب يسوع. مرة تاني ارفع ايدك كده واشعر باسم الرب يسوع. الرب يريدك ان تكسر، تكسر كده فهم معتاد. يشككك في الميراث. بس كل شيء لكم دي أريد أن أركز على عدد 23، دي مرتبطة ارتباط جوهري زي ما بيقولوا مع إيه؟ وأما أنتم فللمسيح. أنا للمسيح، يعني ذهني ما بيشتغلش لوحده. أنا للمسيح يعني عناية ما بتشتغلش لوحديها، يعني وداني ما بتشتغلش لوحديها. أشعر كده أنه الرب عايز يجي يرفع رؤوس البعض الآن. ارفع رأسك كده وتقعد في حضور الرب، لأنه يوجد رسالة هامة في هذه الكلمات. أنا للمسيح يعني إيه؟ أنا للمسيح مش يعني أنا للمسيح برنم وبسبح أنا للمسيح بس أنا باخد قرارات باستحسان عناية وبعمل مش عارف إيه وأفعال مش عارف. أنا للمسيح يعني أنا للمسيح بالكامل. أنا للمسيح، ارفع إيدك قول أنا للمسيح. أنا للمسيح يعني في يعني إيه؟ يعني أنا للمسيح يعني أنا لا أتحرك بالظروف الطبيعية. هذه الجملة البسيطة تعمل مواجهات طول اليوم في حياتك. حد مدرك؟ أنا للمسيح. والنهاردة قبل ما تقولها وقبل ما نقف نرنمها أنا للمسيح لابد أن تكون هكذا، يعني أنا لا أخضع في أمور حياتي للأمور الطبيعية للقرارات الطبيعية.
وانا للمسيح يعني عينيا مش بتشوف مفردات، فبروح مدخل من عينيا انبوت او مفردات وبروح واخد قرارات. ليه؟ ده الطبيعي انه يحصل. ده عكس انا للمسيح. انا للمسيح يعني انا للمسيح، انا للمسيح، انا للمسيح. ما هو ولد ايه؟ لنا. هو ولد لي وانا له. ده اللي عروس النشيد بتقوله. افتح معي نشيد الانشاد 6. اسف 2، نشيد الانشاد 2. وعدد 16. لازم تشوف الثنائية دي. قول هللويا. حبيبي لي، دي اللي هي ايه بقى؟ ولد لكم، ولد لنا. حبيبي لي، دي المصدر بتاعت ايه؟ وانا له. لا تستطيع ان تقول انا للرب بابعادها الصحيحه الا حينما تدرك ماذا يعني ان الرب لك. الرب لك يعني ايه؟ ولد لكم، دي اللي قراناها في بدايه العظه. ولد لكم يعني ايه؟ يعني ده هذا الاله الذي خلق هذا الكون صار طفلا مقمطا مضجعا. عارفين كلمه مقمطا دي؟ دائما حينما اقراها يرن جوايا الابن الذي هو في حضن الاب. الابن الذي هو في حضن الاب متجسدا مقمطا. اذا ادركنا هذا ماذا يعني؟ انه ولد لكم. ولد لكم يعني ايه؟ يعني اخلى نفسه، اخذا صوره عبد، اخلى نفسه. الاخلاء اخلاء حقيقي، ما كانش مداري الرب، لا، اخلى نفسه. يعني اتى الى الارض بقى وعاش الكلمه المتجسد ممتلئا بالروح القدس، وهو بيخدم. بيخدم بايه؟ بيخدم بمسحه الروح. عشان كده مسحه الله كما يقول الكتاب. يعني هو ارتضى الذي بكلمة يمكن أن يزيح الجبال ويقلب البحار ويعيد خلق العالم. ارتضى أنه يأتي ويصير مقمطا في مزود ويتعلم، تعلم الطاعة مما تألم به، ويتقدم، كان يتقدم في النعمة وفي الحكمة وفي القامة عند الله والناس. قدم الكل لك. لم يسع الرب تمثيلية، قدم الكل لك. قال أنا لك بالكامل. إذا لم تدرك هذه الأبعاد أن الرب لك، ولد لكم، يسوع ولد لي، لا تستطيع أن أنت تقدم نفسك للرب بأبعاد حقيقية أو بشكل كامل. في أشخاص تكرسهم للرب قليل قوي، لأن هم قاريين القصة ببساطة أكتر من المفروض تبقى مقرية بيها. والرب بيقول لك النهاردة لتدرك، لتفتح عينيك، ماذا يعني أني لك؟ أنا لك يعني كل شيء ليك. أنا ليك يعني أنا ابن الله يسوع، أنا لك، أريدك أن تكون معي. تستطيع أن تقول حبيبي لي وأنا، بس بقى تقول أنا له بقى هنا، وارفع إيدك كده بإيمان، تقول أنا له بقى وانت فاهم أبعاد. أنا له، أنا له، أنا له. لن أتحر، لن أصور عشان الظروف مش ماشية كويس. أنا للرب، ما أنا للمسيح، أنا للرب. ما تمشيش أبداً.
أنا للرب، أنا له، حبيبي لي وأنا له. الراعي بين السوسن إلى أن يفيح النهار، تنهزم الظلال. شوف بقى هنا إيه ممكن يبقى، تبقى ماشي في ظلال، يبقى النهار لسه ما طلعش، بس إذا اللي أنا بحكي عنه النهاردة ده مكتمل، أنا مدرك ماذا يعني أن الرب لي وأنا له، في عمق في علاقتنا اللي بيني وبينه محدش يعرفه أكتر من اللي بيني وبينه والناس تعرفه. يوجد أشخاص، أنا يعني الرب كان ملمع ده جوايا جدا، يوجد أشخاص انتصروا وسينتصروا في حروب عظيمة جدا 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 فقط بهذا الإدراك، أنا للرب والرب ليا. وتدخل تبقى الدنيا هيجة حواليك، وتبقى وجبال وتلال والبحار بتعج، وانت تدخل تتقابل مع حبيبي، انا لحبيبي وحبيبي لي. تخرج تلاقي العدو بيصرخ يا تلفي يا تلفي. دي استراتيجية جديدة في الحرب الروحية. اختم بآية اخرى. لازم بقى وانت بتقول الآية دي، حبيبي لي وأنا له، لازم تبقى شايف البعد التاني. نشيد الأنشاد 6 وعدد 4، جزء من الجمال اللي الرب بيعمله فيك لما بتدخل معاه في العلاقة دي. يا رب أصلي النهاردة في اسم الرب يسوع، أشخاص يستمعون إلى هذه الكلمة يخرجون وقد اكتسبتهم إلى أعماق جديدة في العلاقة معك لأجل الزمن الجديد. لو عايز تعرف واحدة من مميزات الزمن الجديد اللي الرب بيعمله، زي ما كنت بوصف من شوية، التصاق بالرب وكأنه في مطور في مكان خفي بيطلع مسحة وبيطلع زيت وبيطلع آيات وعجائب. عدد 4 بقى، بص بقى، هذا بعد لابد أن تكون مدركه وانت بتقول حبيبي لي وأنا له. بس تبقى عارف أنه في جزء من جمالك، هو بيشوف ده جزء من جمالك، أنك محارب. في عدد 4 يقول كده، أنت جميلة يا حبيبتي كترصة. وهقول لك ترصة دي ايه دلوقتي، حسنة كأورشليم، مرهبة. بص بداية الآية غير نهاية الآية، بس ده ايه ده، تستطيع ان انت تقول عليه ده كأنه الغزل الإلهي، ده العريس هو اللي بيقول هذه الكلمات. ايه بقى، شوف بقى الرب لما يجي يوصف الجمال بتاع العروسة، أنت جميلة يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة. يعني لو في الطبيعي كده عريس وعروسة قاعدين مع بعض، والعريس يريد أن يصف عروسته، أو فتخيلوا في الطبيعي مسألة دي زي الجيش. تقولي إيه الجمال في كده يعني، ده اقول لك ده الاعلان اللي الرب عايز يقوله لك، يوجد جمال في كونك محارب، يوجد جمال في كونك محاربه، هو يراك هكذا، يوجد جمال في كونك محارب. المؤمن اللي الجنب بتاع المحارب ده لم يكتمل، في حته في جماله لسه مش موجوده. ارفع ايدك قول يا رب انا اريد ان اتجمل. انت جميله يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية.
يبص الرب كده وهو بيبص عليك وانت مرهب للعدو كجيش بألوية وبتحارب وتنتهر الأرواح الشريرة، ولما تشعر العدو يعني كأنه مضيق عليك تقف وتهب وتنتهر الأرواح الشريرة، لما تحس العدو جاي يعمل انقسام ما بينك وما بين إخواتك تقف وتنتهر العدو. أول ما الرب بيشوفك في الحتة ديت هو يراك جميل جدا، جميل لدرجة انه حقيقي يتحدث بكلمات فيها كأنه غزل، كأنه عريس بيصف جمال عروسته زي ما هو شايفها. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. مرة تاني ارفع ايدك قول له رب أنا أريد أن أخرج من هذا الاجتماع لابسا الثياب بتاعت المحارب. يعني العبارة كده اللي لقيتها جوايا أنا كتبتها لكي لا أنساها، كونك محارب يعد في عيني الرب جزء من جمالك، كونك محارب يعد في عين الرب جزء من جمالك. والرب لما بيشوفنا وإحنا واقفين بنحارب في الاجتماع ينظر إلينا يقول عروستي جميلة مرهبة كجيش بألوية. بس طرسة دي، عارفين طرسة دي بقى، دي هختم بيها، دي قصتها جميلة قوي. في سفر العدد أصحاح 27، مين طرسة دي؟ أو طرسة ننطقها صح. يقولك في عدد واحد من سفر العدد أصحاح 27، فتقدمت بنات صلفحاض ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرسة. مين طرسة دي؟ أصغر بنت من بنات صلفحاض، أصغر واحدة فيها. بقى صلفحاض كان عنده 5، عملوا إيه دول؟ وقفنا أمام موسى وإلعازر الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية، لم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين إخوة أبينا. فقدم موسى دعوهن أمام الرب، فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاض، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، إن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، إن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. من طرسة بقى دي أصغر واحدة في إخواتها وقفت لتطالب بالميراث. ارجع تاني لسفر نشيد الأنشاد وشوف لما الروح القدس يجي يوصف العروس يفكر سليمان بمين؟ بأصغر واحدة في إخواتها. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة. جزء من الجمال اللي الرب بيشوفه فيك، لكي بقى أجمل ليك اللي الرب عايز يقوله، الرب عايز ايه؟ الرب يريد ان يلمع امامك انه قد ولد لك. ارفع ايدك قول الرب ولد لي. الرب لك ويريدك معه حيثما يكون. مش عايزك الرب في مكان هو مش موجود فيه. مش عايزك الرب بتعمل حاجة هو ما دعكش ليها. مش عايزك الرب تقول في مرات حاجات واراء وتمشي بيتك ومن غير ما الرب يقولك. الرب ليه، ولأن الرب ليك لابد أن تكون واثقا أنه لك
كل شيء مع الرب في الرب. ولأنه الرب ليك ده يقودك إلى أنه أنا للرب. ارفع إيدك كده وقول أنا للرب، أنا للرب، حبيبي لي وأنا له. بس في هذه العلاقة خلي بالك، لأنه في أمور الرب يريد أنه تبقى عارف أنه عايز يبنيها فيك، عشان لما يجي يبنيها فيك ما تهربش ما تعانتش. ايه الامور ديت؟ يريد الرب انك تعلم، ان كنت تكون سمعتني بقول ده قبل كده، انا هوية الكنيسة في الايام الاخيرة عروس وجيش، وان الرب يراك جميلا وانت محاربا، وبيشوف جزء من الجمال بتاعك ده ان انت محارب وانت بتنتهر العدو، انت عارف تقف قدام العدو. الرب يرى هذا جزء من الجمال بتاعك، بس في جزء تاني بقى من الجمال بتاعك، هو ايه؟ أنك تطالب بميراثك. الرب بيشوفك جميل وأنت تطالب بميراثك. ما هي ترصة دي عملت إيه؟ ده الحقوق أو القوانين اللي كانت موجودة في هذا الوقت لا تمكن ترصة من أنها ترس. ترصة دي أصغر واحدة في الخمسة، بس واضح كده أنها مع أنها كانت أصغر واحدة، لكن يمكن تكون هي اللي تكلمت، يمكن تكون هي اللي حمست إخواتها الأربعة الباقيين. حمستهم ليه؟ لكي يقفوا أمام موسى وإليعازر ولا يفقدوا ميراثهم. جزء من الجمال بتاعك اللي بيحصل لما بتدخل هذه العلاقة العميقة ما بينك وما بين الرب، مش ان انت فقط بتبقى مؤمن بتتغنى بان انت لحبيبك وحبيبك ليك، وانه وفي دائما نغمة الحب ديت. نعم نغمة الحب أصيلة في الحتة دي، بس في حاجة تانية مهمة جدا اسمها ايه؟ نغمة النصرة في هذه المنطقة. فلا يريدك الرب فقط بتتغنى بالمحبة، لكن يريدك الرب بتتغنى بالمحبة وبتتغنى بالنصرة، لأن الذي ولد لك هو الذي مات وقام ساحقا العدو. فالرب عايز يعمل ايه؟ الرب عايز يكتذبك للحتة دي. الحتة دي بيحصل فيها تشكيل كامل. التشكيل ده هتلاقي نفسك بتعبد وبتحب وبتأتي على وجهك امام الرب، بس هتلاقي نفسك في نفس الوقت بيقيمك الرب في مرات تهب كأسد في وجه العدو وتطالب بميراثك، والعدو يرفع يده من على ميراثك. هذه الحياة الروحية المتكاملة التي يريدك الرب ان تحيئها. بس ده بيحصل ازاي؟ بان الروح القدس يفيد جوه، العصارة تمشي زي ما كنت بقول من شوية. العصارة، الحرب الروحية ليست انك بتتعلم حاجات تعملها. نعم التعليم مهم، بس الحرب الروحية التصقت بيسوع الملك المنتصر الذي سيفه على فخذه، التصقت بي في الحجال فأقامني مرعبا في وجه العدو. ارفع ايدك عالي قول الرب ايوة رب انا اريد ان هذا يحدث معي. ليست الحياة الروحية مع الرب حياة فقط فيها رومانسية وفيها نعم الحياة الروحية مع الرب مليانة حب ومليانة، هذا هو أساس الحياة الروحية. بس الحياة الروحية مع الرب فيها إيه؟ فيها أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. أنت جميلة لأنك تقفي وبسلطان تأمر العدو أن يرفع يده من على ميراثك. إذا فهمت وأعلن ليك ماذا يعني أن المسيح لك فلك كل شيء، لن تفرط في ظلف. عارفين الرخاوة في مرات في أني أمتلك الميراث بتبقى جاية منين؟ في أني مش مقدر اللي يسوع دفع عشاني. هتفهم ليه في مرات بيبقى في رخاوة في امتلاك الميراث. انا العدو سالب مني منطقة معينة في الصحة، سالب مني منطقة معينة مش عارف في النجاح، سالب مني بس ادي امام اهو، وبحاول ادور على كتب تسند ان انا اهو. كل رخاوة في امتلاك الميراث بتقول ان ما حصلش هذا الالتصاق اللي فيه شفت عمل الرب لاجلك، كيف زأر الرب لأجلك في الروح لكي تمتلك كل ميراثك. أول ما بتشوف الرب، أول ما عينيك بتتفتح في الروح على الرب عمله لأجلك، لأن الرب صنع لأجلك الكل، أعد لك الكل لكي يملكك الكل،
اول ما بتشوف الرب بما صنعه لاجلك في الروح ما بقاش في رخاوه في امتلاك الميراث. واذا شفت الرب بما صنعه لاجلك في الروح الميراث نفسه ما بيبقاش هو الاولويه الاولى. حد فاهم الجملتين اللي شكلهم عكس بعض دول؟ هنرجع تاني لتلاتة ولا ايه اللي يعني في نيران داخلية لامتلاك ميراثي من الرب، بس في نفس الوقت لا يتحول الأولوية الأولى في حياتي مفردات الميراث دوت. الأولوية الأولى هي شخص الرب، وما فيش حاجة بتاخد الحتة ديت. وده بيفهمك يعني ايه تبقى ماشي سكة الميراث بيرد ليك، بس في مرات يرد تدريجي، وفي مرات يبقى في حروب من العدو، بس وانت ماشي مش متنرفز بقى ومتضايق، وما ده ميراثي وده حقي. وده ده معناه ايه؟ ده معناه انه الرب المشبع الكافي لسه مش مستعلل، ما حصلش الالتصاق الكامل بالرب. عايز تأكد انت فاهمين. وفي نفس الوقت حينما يحدث هذا الالتصاق تلاقي نفسك اسد لاسترداد ميراثك. في ناس عايزه تاخد حتت من الحياه الروحيه، عايزه اسد لاسترداد الميراث. طب انت ملتصق بالرب؟ لا انا استرد ميراثي في الاول. مش هتسترد حاجه اذا لم تلتصق بالرب، اذا لم تتحول هذه هي الاغنيه. ليه؟ لانه المرهب كجيش بالويه ترصى هي انا لحبيبي وحبيبي لي. بص للي جنبك حاول تشرح له الوعظة. ده انتوا شاطرين قوي، تخلصتوا في 30 ثانية اللي أنا عمال بقوله ساعة ونص. حبيبي لي وأنا له، أنا ترصة كجيش بألوية. الاثنين دول مربوطين ببعض. ارفع ايدك كده في هذه اللحظة، اطلب من الرب، اطلبي من الرب. يا رب لتعمل عمل عميق يفجر إعلان في كل آية قرأناها في هذا الاجتماع. تكلم مع الرب في هذه اللحظات. أنا خلصت، لكن أؤمن وبداخلي أن الرب عايز يتحدث مع كثيرين بكلمات أكثر وأكثر وأكثر. عشان كده عايز أشجعك حتى لما تروح راجع الشواهد تاني. هللويا. اتكلم مع الرب، هذه لحظات مهمة جدا. تحدث مع الرب الآن. ولد لكم ولد لنا يسوع لي كل شيء، معك لا أريد شيء. يا رب شدنا في اسم الرب يسوع. إلى عمق جديد في العلاقة معك. ارفع ايدك كده، اطلب من الرب هذه الطلبة الآن. نتحد جميعا. عايز تقف اقف، اشعر بحرية في حضور الرب وارفع ايدك وقوله نعم أيها الرب.
أعطي لنا يسوع، أعطي لنا، حط إيدك كده على نفسك قول لي أنا يسوع حبيبي لي وأنا له. حبيبي لي وأنا له. يا رب تعالى الآن بالروح القدس لاسترداد تكريس جديد. تعال الآن بالروح القدس. مقدسون مفرزون. أوه يا رب، يا رب عايزينك تصنع منا شعبا قويا يعرفك في العمق. نتأصل إلى أسفل فنصنع ثمرا الى ما فوق. ارفع ايدك عالي، تعالوا نقف مع بعض كلنا. هللويا، نقف جميعا في محضر الرب. لأن بالروح القدس فنعبدك أيها الرب عبادة حقيقية تأتي بالسماء على الأرض. نقدم زواتنا من جديد. غير الحياة بإعلانات روحك. يسوع لي وأنا له. أسكب أيها الرب، ارفع ايدينا جميعا. هللويا، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك أحببتني للمنتهى، لأنك مت لأجلي ولد لكم، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك أحببتني للمنتهى. أحبك يا ربي، أتبعك من كل قلب.
كل عمري أحبك أتبعك من كل قلبي أنا لك كل عمري أحبك أتبعك أنت هو الألف والياء أنت هو الألف والياء الخبز النازل بالسماء بدمك طهرتني عهدا جديدا أنت هو الألف والياء أنت هو الألف والياء خبز نازل بالسماء بدمك طهرتني أنا جوا العهد أنا جوا العهد أنت هو الألف أنت هو الألف والياء خبز نازل بالسماء هئت لي يا رب نعم صنعت لي أحبك يا ربي أتبعك من كل قلبي أنا لك كل عمري أحبك أتبعك يا رب يا قوتي أتبعك من كل قلبي أتبعك من كل قلبي يا رب كل عمري لك يا رب أحبك أتبعك يسوع لك نرفع أيدينا جميعا ونعلن يسوع لي وأنا له يسوع لي وأنا له يا رب ليملأ هذا الإعلان أجواءنا يسوع لي وأنا له الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس لي نمشي مع بعض في الشوارع نقول نصنع خيرا ونشفي المتسلط عليهم إبليس يسوع لي يسوع لي ويريدني أن أكون معه أيها الآب أريد أن الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون نعم كان يصلي صلاة لأجل الآتي لكنها هي صلاته هو قلبه لي ولك في كل يوم أريدك أن تكون معي جاي يسوع بيقول لك أريدك أن تكون معي أنت مشغول بحاجات كتير ارفع ايدك قول يا رب فكني يا رب فكني من المشغولية أريد أن أغني حبيبي لي وأنا له ارفع ايدك علي في اسم الرب يسوع تفك من المشغولية في اسم الرب يسوع
كل أمور في العالم وكل أمور يأتي بها العدو عشان يشغلك، يشغلك في حاجات طبيعية وفي حاجات شكلها كويس وزحمة. يا رب تعالى نقي أيامنا من كل ما هو ليس من عندك. ارفع ايدك قل تعالى نقي يومي، انت ولدت لي، انت ولدت لي، انت ولدت لي وتحارب لاجلي ايها الرب، والروح يعمل ليجتذبني. يا رب تريد ان تجتذبنا بأمور كثيرة، بطرق كتير الروح بيشتغل. لا تسمح أن أي شخص نتيجة المشغولية، مشغولية بغيرك يا رب، يخرج خارج دائرة المشيئة. ارفع ايدك ده واطلب معي يا روح الله اكتذبنا مرة أخرى. لا خروج خارج المشيئة، لا خروج خارج الحماية، تعال اكتذبنا مرة أخرى. ونكون كترسة نسترد، نكون كترسة. تعال اكتذبنا مرة أخرى يا رب للداخل للحجال. ما أعظم المكوس في محضرك، ما أعظم المكوس في محضرك. تخزن لنا خزائن السماء يا رب. نعم هللويا، خزائن السماء لنا. تعالى قوله تعالى شدني، شدني من كل خداع العالم، شدني 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 شدني. تعالى أبرق حولي بمجد عظيم زي ما جيت لهؤلاء الرعاة المعزولين، وأضعت حولهم بمجد عظيم أيها الرب. املأ الغرف، املأ البيوت لكي نفاجأ بحضورك. لا تضيع الأزمنة الجديدة من أي شخص فينا. ارفع ايدك عالي هللويا. لا تضيع الأزمنة الجديدة، لا تضيع موجة الروح هللويا. لا تضيع موجة الروح. صوت حبيبي، صوت حبيبي، قولها كده، صوت حبيبي يشدني لجوه، ينقذني من العالم، ينقذني من مشغوليات العالم، ينقذني. ارفع ايدك قول انقذني يا رب. يمكن عمرك ما صليت الصلاه دي قبل كده، قول انقذني، انقذني مشغوليات العالم. حرية باسم الرب يسوع، حرية الآن باسم الرب يسوع، حرية الآن هللويا.
في حضنك سكنتني، في حيرتي نشلتني، فلك ترفع حضنك. في حضنك احتويتني، في حضنك سكنتني، من حيرتي نشلتني، فلك ترنيمتي. لن أعيش سيدي وسط حيرات الزمان، لن أعيش إسر خوف يرعبني كل آن. لن أعيش سيدي وسط حيرات الزمان، لن أعيش إسر خوف يرعبني كل آن. قد وجدت راحتي فيك يا ربي أمان، ساكن أعماق فريد نفسي ضمان. قد وجدت راحتي فيك يا ربي أمان، ساكن أعماق في حضنك احتويتني. في حضنك احتويتني، في حضنك سكنتني، في حيرتي نشلتني، فلك ترنيمتي. في حضنك احتويتني، في حضنك سكنتني، في حيرتي نشلتني، فلك ترنيمتي. لن أعيش كالعبيد للقيود والهموم، لن أعيش للمزيد من أداب بطبور. لن أعيش كالعبيد في القيود والهموم، لن أعيش بالمزيد. لن أكون مثل أمس، لن أعود للوراء، كل ضعف كل يأس قد تربت للفناء. لن أكون مثل أمس، لن أعود للوراء، كل ضعف كل يأس قد تربت للفناء. في حضنك احتويتني، في حضنك سكنتني، نشلتني، فلك ترنيمتي. في حضنك تويتني، في حضنك سكنتني، في حيرتي نشلتني، فلك مفتاح إطلاقك هو التصاقك بالرب. مفتاح إطلاقك هو التصاقك بالرب. مفتاح ترسه
حبيبي لي وأنا له، مفتاح امتلاكك للميراث هو التصاقك بالرب. وإذا تلتصق بالرب تشعر أن كل شيء لك، تثق تؤمن. إذا تلتصق بالرب ارفع إيدك كده، هللويا، قولوا احملني يا روح الله لكي التصق بيسوع. احملني يا روح الله. من الذي يتم الالتصاق بالرب؟ الروح القدس، الروح القدس العظيم. ارفع ايدك عالي، هللويا هللويا، قولوا احملني يا روح الله. اطلب من الروح الان، اطلبي من الروح الان ان يتم الالتصاق بالرب. هو الروح وحده الذي يستطيع ان يفعل هذا. هللويا هللويا. سنكمل في العبادة ويكون في وقت للصلاة بوضع اليد الآن، واحنا في اجواء العباده ارجو انه ما بقاش في حديث بعضنا مع بعض، واحنا في اجواء العباده انا بس بقول التنبيه عشان من يحتاج الى صلاه بوضع اليد يتقدم الى الامام، لكن نكمل في جو العباده. هللويا كمل تعبد. انا نفسي كلنا نقف، ما تقعدش طول ما انت في المكان كده، ما تقعدش، اقف واعبد. هللويا اترك نفسك، هللويا، لعبادة حية بالروح. اعطاني الكل، اعطيه الكل، اسلمه الكل. كل من يقرع أبواب الروح، وعدك من يسأل يأخذ، كل من يقرع أبواب الروح، وعدك من يسأل يأخذ. هللويا وعدك من يسأل يأخذ، كل من يقرع وعدك، وعدك يسأل يأخذ، كل من يقرع يمتلئ
أعطيني بركة، أعطيني يا نبي، أريد ملكة لمجد المسيح. أعطيني بركة، أعطيني لي يا نبي، أريد ملكة لمجد المسيح. أعطيني بركة، أعطيني لي يا نبي، أعطيني بركة. وعدك من يسأل يأخذ، وعدك من يسأل يأخذ، كل من يقرع أبواب الروح. وعدك وعدك أيها رب، تعلقت نفسي بك، يمينك تعضدني، أنت صخر الدهور، ملكي وإلهي. وعدك من يسأل يأخذ، كل من قدوس رب الإله القادر على كل شيء. قدوس 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 قدوس. رب الجنود كان والكائن والذي يأتي، الذي كان والكائن والهزياتي. هللويا. أعلي مجدك يا مالك الشعوب، ونضع لك هو الموهوب. نعلي مجدك يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، ونسجد لك أنت هو الموهوب. لك حبنا، لك حمدنا، برنا فيك فخرنا.
ربنا لك حمدنا أنت برنا فيك فخرنا نأتي لشخصك نطيع أمرك ونرضع لك لجلال ملكك نأتي لشخصك نأتي لشخصك ارفع عينك على الرب سبح معنا نخضع للرب نطيع أمرك ونرضع لك لجلال ملكك لك هنا لك أنت برنا هللويا لك لك حبي لك قلبي يا رب لك نفسي لك روحي أنت برنا سر بوجهك أمامنا يا رب فيك بروحك أمورنا باستمرار سر بوجهك يا رب أمامنا سر بوجهك يا رب أمامنا هللويا أمورنا باستمرار لك حبنا لك حمدنا أنت لك حبنا نقدم الألحان والتجال للملك من أتى لنا على أرضنا هاليلويا لك يا يسوع لك يا يسوع رنموا لله يا كل الشعوب خالق الحياة ربنا المهوب رنموا لله يا كل الشعوب خالق الحياة نعم هو خالق رنموا لله رنموا لله هو خالق الحياة كل الشعوب نوديك التمجيد وصوت بكل خشوع لك يا يسوع لك يا يسوع نوديك التمجيد وسط النشيد بكل خشوع لك يا يسوع لك نسجد للفادي نسجد للفادي بدم الصليب نرفع الايادي نسجد
باسم الحبيب نسجد للفادي في دم الصليب نرفع الايادي باسم الحبيب نهلك التفكير هللويا ونشيد بكل خشوع لك يا يسوع لك يسوع نهلك التفكير وصوت النشيد بكل خشوع لك يا يسوع لك يا يسوع نادوا غنوا في الشعوب انهضوا كل الأبطال ده الرب في وسطنا مهوب ليه العزة والجلال نادوا غنوا في الشعوب انهضوا كل نعم لينهد الرب في وسطنا كل الأبطال يلي ليك يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح نعلن عن يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح